ولادنا وبناتنا والسيدة أولياء الأمور اللي بيتابعونا في كل مكان، أهلا بيكم في الحلقة الجديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. النهاردة حلقتنا مختلفة شوية، لأن احنا كل حلقة كنا بنشرح وبنعيد وبنزيد وبنحفظ ولادنا على أمل أن يكون في امتحان تحصيلي، امتحان هنجاوب عليه بالورقة والقلم. الطالب هيدخل من غير أي كتاب ولا ورقة ولا كراسة، وهيدخل يجيب المعلومات اللي كان متذكرها ويبدأ يكتب في الامتحان. النهاردة الموضوع مختلف تماما، وآلية التقديم كمان هتكون مختلفة لأنه التقييم مختلف، فبالتالي أنا مش هقدر أشرح زي ما كنت بشرح قبل كده، ومش هقدر أحفظ زي ما كنت بحفظ وأراجع وأزيد وعيد ونحل كتير، مش هقدر أعمل ده النهاردة. بس هشتغل معاكم بشكل مختلف، هشتغل إزاي نواكب قرارات وزارة التربية والتعليم بشكل وآلية جديدة. النهارده دكتور طارق شوقي اعلن ان البحث اللي هيتقدم من طلاب الصف الثالث الاعدادي هو اداه تقييم للانتقال للصفوف الاعلى، وهو الصف الاول الثانوي. طيب البحث، احنا عمرنا ما عملنا بحث ولا حتى جه في دماغنا قبل كده ان احنا ممكن نتقيم في اخر السنه ببروجكت، ببحث مكتوب والولاد هياخدوا عليه درجات. احنا طول عمرنا بنمتحن امتحانات ريتن كده، بنكتب وبيصحح وبناخد درجه اخر السنه وخلاص. الموضوع مختلف النهاردة، عشان كده حلقتي مختلفة. النهاردة هنشوف قرارات وزارة التربية والتعليم كانت بتقول ايه بخصوص مادتنا، كيفية عمل بحث تكاملي مع طلاب الشهادة الاعدادية، وده هيكون محور حلقتي النهاردة، وهفتح الاتصالات والتليفونات مش بس للطلبة، في العادي بتاعي كنت بفتح للطلبة، هفتح كمان للسادة اولياء الامور والزملاء لو حابين يستفسروا عن اي معلومة. انا تحت امركم في ساعة من دلوقتي لحد الساعة 3، هكون معاكم لحد الساعة 4، من 3 ل 4 ساعة كاملة، علشان نجاوب على كل الاستفسارات وكل الأسئلة اللي هتكون موضوعها هو البروجكت. تعالوا قبل ما نشوف البروجكت نشوف منهج الدراسات الاجتماعية من أول الترم الثاني لحد 15 مارس بيحتوي على إيه. طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم إنه يكون منتصف مارس هو الفترة اللي هيتم تقييم طلابنا عليها، فالموضوعات هتكون قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، اللي هيقدر يصورها بالموبايل يتفضل، اللي هي عايز يكتب أنا هدي وقت كبير قوي وأنا بفصل كل معلومة داخل الورقة اللي هنشوفها دلوقتي، اللي خارجة من مكتب تنمية مادة الدراسات الاجتماعية ومستشار الدراسات الاجتماعية أستاذ أشرف عبد المنعم، مشكورا قام بتحديد المقررات اللي الولايات هيدرسوها لحد 15 مارس بالصفحة، يعني احنا حتى مش مسايبين لكم مجال للشك في أي حاجة، بنقول لكم لحد آخر صفحة كاس. فهطلب من الكنترول روم ان هو يروح على الورقة اللي هتكون موجودة قدامنا دلوقتي على شاشة اللابتوب، علشان نشوف منهج الدراسات الاجتماعية لحد 15 مارس، وحضراتكم معاكم الورقة والقلم، ونشوف مع بعض موضوعات الجغرافيا. في الجغرافيا زي ما احنا شايفين كده، الوحدة الاولى هندرس فيها اربع دروس. الدرس الاول بيتكلم عن النشاط الزراعي في العالم، النشاط الزراعي وموارده في العالم. الدرس الثاني هيكون عن الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم. أما الدرس الثالث فهو النشاط التعديني، والدرس الرابع لحد النشاط الصناعي في العالم، يعني لحد آخر صفحة 25 في كتاب المدرسة طبعة 1920. بأكد تاني أن ولادنا يكون معاهم طبعة 1920. طب لو انا مش معايا طبعة 1920 وكتابي نسخة قديمة، انا هرجع للكتاب الالكتروني اللي موجود على موقع وزارة التربية والتعليم. طيب دي موضوعات الجغرافيا. موضوعات التاريخ هناخد الوحدة التالتة كلها، او لحد جزء الحرب اكتوبر والصراع لحد صفحة 66. هدرس فيها ثلاث دروس، هي ثورة 23 يوليو لحد 1952، وانا مش ناسي ابدا ولادي اللي بيتابعوني وقالوا لي انت في حته كده ما قلناهاش في ثورة 23 يوليو، هاكد عليها النهارده برضو وانا بشرح البروجكت. هناخد الدرس الثاني مصر والقضية الفلسطينية، هيكون موضوع البحث بتاعنا. هنشوف حرب اكتوبر عام 1973. اخر معانا صفحة هي صفحة 66 في موضوعات التاريخ. يبقى انا كده لحد صفحة 25 في موضوعات الجغرافيا اللي كانت بتتناول النشاط الزراعي وموارده في العالم، الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم، النشاط التعديني، النشاط الصناعي. اما بالنسبة لموضوعات التاريخ فهتكون الموضوع الاول ثورة 23 يوليو، الموضوع الثاني مصر والقضية الفلسطينية، الموضوع الثالث حرب اكتوبر 73. طب تعالوا كده مع بعض نشوف كتاب المدرسة ونشوف ده موجود فين في كتاب المدرسة، علشان ولادنا برضو يبقوا واخدين بالهم احنا بنشتغل ازاي وهنشتغل ازاي.
هنعمل سيلكت كده على الموضوعات اللي داخل كتاب المدرسه. هطلب من حضراتكم نجيب كتاب المدرسه يكون حاضر قدامنا، ولو مش معانا كتاب المدرسه فاحنا هنكتب برضو بقلم رصاص كده او بقلم جاف زي ما احنا عايزين. يعني النشاط الزراعي ده اول درس هيكون معانا في موضوعات الجغرافيا، زي ما احنا شايفين كده هو اول درس من الوحده الاولى، هناخد فيه الجزء لحد، يعني انا همشي معاكم كده صفحه صفحه. ده بالنسبه لاول درس. الجزء الثاني او الدرس الثاني هيكون تحت عنوان الثروه السمكيه والحيوانيه في العالم، ده الدرس الثاني. الدرس الثالث هندرس فيه الثروه المعدنيه، تعدين ومصادر الطاقه. انا بصوا هنشتغل من كتاب المدرسه، عشان كده بقول لكم اليه البحث زي النهارده هنشتغلها من كتاب المدرسه. ده بالنسبه للنشاط التعديني، الدرس ده برده معانا. هناخد كمان اخر درس من موضوعات الجغرافيا، وهيكون خاص بالاقاليم الصناعيه في العالم، ده اخر درس هيكون معانا بالنسبه للجغرافيا. اهو النشاط الصناعي في العالم اللي هو كان بيتناول الاقاليم الصناعيه. اخر صفحه بالنسبه لي في كتاب المدرسه في الجزء ده هو صفحه 25. يعني احنا كده نيجي عند صفحة 25 ونروح عاملين علامة كده بالقلم ان ده النهاية بتاعتنا. طيب احنا قلنا صفحة 66 هتكون اخر جزئية معايا في منهج التاريخ، اجي كده عند صفحة 66 واحط علامة علشان برضو اخد بالي انا همتحن في ايه. ادي صفحة 66 اخر جزئية معايا، هتكون صفحة 66 في كتاب المدرسة. ده بالنسبة حرب اكتوبر، ادي اخر موضوع معايا، اخر جزء خالص في حرب اكتوبر صفحة 66. ادي اخر معايا معلومة خالص هنتناولها في البروجكت بتاعنا هو الفريق عبد الغني الجعفسي. طيب شوية اسئلة كتير وموضوعات كتير وولادنا مش عارفين احنا هنعمل ايه بالظبط. تعالوا كده ناخد معايا واحدة واحدة ونجيب قرارات الدكتور طارق شوقي ونشوف اول كلمة قال ان البحث هيكون تكاملي. يعني ايه البحث تكاملي؟ يعني انا هاخد نقطة التقاء بين المناهج الخمسة اللي احنا بندرسها واشتغل عليها، ده معنى ادق. انا هجيب معايا منهج الدراسات الاجتماعية، منهج اللغة العربية، العلوم، الرياضيات، اللغة الانجليزية، وهيكون في نقطة التقاء بين الخمس موضوعات دول، ولتكن نقطة الالتقاء دي هي مثلا مصر. تعالوا ناخد تجربة. طيب انا لو جيت عملت بروجكت عن مصر، تعالوا كده نعمل بروجكت عن مصر، ادي مصر. انا عايز العلوم كلها تلتقي في المشروع بتاعي اللي هسميه مثلا مصر في النصف الثاني من القرن العشرين، مثلا مصر في النصف الثاني من القرن العشرين. طب انا مصر في النصف الثاني من القرن الثاني والنصف الثاني من القرن العشرين، انا عندي كام مادة هدرسها؟ انا بدرس دراسات اجتماعية، بدرس لغة عربية، بدرس رياضيات، بدرس علوم، بدرس لغة انجليزية او لغة اجنبية اولى. طب هو ايه نقطة الالتقاء اللي ممكن تكون مشروع البحث اللي هيكون تكاملي بين خمس مواد؟ نقطة الالتقاء هو زي ما اتفقنا مصر مثلا، انا بدي مثال عشان نشوف نطبق البحث بتاعنا هنعمله ازاي. مصر في الدراسات الاجتماعية درسنا في النصف الثاني من القرن العشرين ثورة 23 يوليو بالحروب اللي خاضتها مصر، بداية من حرب 56 67 لحد حرب اكتوبر 73، هي دي مصر في النصف الثاني من القرن العشرين. طيب ده في الدراسات الاجتماعية. درسنا كمان في الجغرافيا الموارد الزراعية في العالم كله هناخد منها مصر، درسنا الثروة السمكية وهناخد منها مصر، درسنا مصادر الطاقة وهناخد منها مصر. يبقى انا هنا بوظف مصر في كل حاجه انا درستها بالنسبه للدراسات الاجتماعيه. طب اللغه العربيه، انا هعمل بحث تحت اسم مصر في النصف الثاني من القرن العشرين. طب انا كتبت البحث ده وعملت مصر في النصف الثاني من القرن العشرين خاضت حروب وعملت اتفاقيات وتك تك تك الكلام اللي احنا قلناه ده في الجزء الاولاني من كلامنا، وعندها موارد ضخمه زي كذا وزي كذا وزي كذا، وحطينا ده على خرائط زي ما هيطلب مننا بالظبط. طب هنتفق مع العربي في ايه؟ ما احنا عندنا مشكله برضو، العربي هو ما خدش معانا مصر، بس اللي احنا كتبناه ده
العربي ممكن يخدمني في انه انا اكتب الكلمات بلغة عربية سليمة مراعيا علامات الترقيم، يبقى انا باخد من مهارات الكتابة واتقن البحث بتاعي. طب اللغة الانجليزية، هي مال الانجليزي بقى خالص في مصر في النصف التاني؟ موضوعات الانجليش اصلا بعيدة تماما عن مصر. لا، بس انا ممكن اللي كتبته باللغة العربية ده يترجم بلغة انجليزية في ملخص، يبقى انا هنا مصر في النصف الثاني من القرن العشرين اتكتبت في التاريخ، في الجغرافيا، في اللغة العربية. طيب بالنسبة للعلوم، انا ما درستش حاجة عن مصر خالص، لا بس درست كده حاجة خاصة عن فيزيائية الكهرباء، وعرفت كمان ان انا عندي في مصر في السد العالي اللي تم انشاؤه سنة 71، اقدر اوظف الكهرباء واهميتها الفيزيائية اللي زادت بعد انشاء السد العالي. ايه ده؟ طب انا كده وظفت العلوم، الرياضيات هوظفها ازاي؟ انا ما عنديش حاجه خالص تتوظف مع مصر خالص، دوروا كده هتلاقوا ما عنديش. لا عندنا، احنا هندرس الدائره في الهندسه، واخدت كتير جدا من الاشكال البيانيه اللي ممكن باستخدام الدائره تتعمل في شكل بياني. فهنا تكامل العلوم، هنا المقصود من البحث التكاملي ان كل العلوم انا باخد منها مهارات معينه علشان توظف لي مشروعي او موضوع بحثي اللي انا سميته هنا في مدرسه او في بيتنا مدرسه. اخدت مثال على كده مصر في النصف الثاني من القرن العشرين، فبالتالي انا هنا هدور على نقطه الالتقاء الفكري وليست الموضوعات الحقيقيه اللي موجوده داخل كتاب المدرسه. يعني انا باكد برضو انه هنا المشروع هيكون نقطه التقاء بين العلوم بتاعتي، الرياضيات والفيزياء والعلوم والدراسات الاجتماعيه واللغه العربيه والانجليزيه. انا هنا بدور على نقطه التكامل، بشوف ايه اللي ناقص عندي في الدراسات الاجتماعيه فبكمله من اللغه الانجليزيه، بشوف ايه اللي بيكملني من العلوم واقدر استفيد بيه بالنسبه لماده الدراسات الاجتماعيه. ده معنى كلمه بحث تكاملي. هفتح باب الاتصالات عشان لو في حد من حضراتكم محتاج اي سؤال حوالين كلمه بحث تكاملي او مشروع تكاملي. من ضمن الحاجات اللي النهارده دكتور طارق شوقي اتكلم عنها هو ان البحث ممكن يتعمل فردي وممكن يتعمل جماعي، مجموعه ما تزيدش عن 5 افراد. طب واحد عايز يعمل هو واخوه علشان توأم، ممكن جدا. ممكن 3 متفقين مع بعض وافكارهم حلوه جدا وعندهم امكانيات، ممكن جدا 3 يعملوه. بس برجع واكد ان احنا دلوقتي بنتواصل مع بعض عن طريق الانترنت، وممكن نعمل جروبس على الواتساب او على اي حاجه، على فيسبوك اي حاجه، ونقعد نتفق، او على المنصه التعليميه اللي هتكون موجوده. فمش لازم ابدا، وكلامي هنا لاولياء الامور، مش لازم ابدا الولاد يقولوا طب احنا رايحين نتجمع في مكان عشان نعمل البحث، عشان هو مطلوب مننا البحث يبقى جماعي. لا خالص، احنا التجمعات لاغيينها بكل شيء، بس هنا احنا هنتقابل بشكل الكتروني. يعني اللي هيقرر ان البحث بتاعه يكون جماعي يبقى عنده الامكانيات اللي هتساعده في انشاء بحثه. باكد تاني، طب واحد ما عندوش انترنت عايز يعمل بحث جماعي ازاي وانا مش هعرف التقي مع زملائي؟ يبقى انا لازم يكون عندي الامكانيات اللي اقدر بيها اشتغل بحثي. طب انا ما عنديش انترنت، خلاص يبقى تقدر تعمل بحثك لوحدك. طب ما عنديش انترنت هعمل بحث ازاي؟ كتاب المدرسة. كتاب المدرسة بالنسبة لنا هو المصدر الاول للمعرفة ومش الاخير. في مصادر تانية كتير، في بنك المعرفة، في الانترنت، في كل حاجة موجودة على الموسوعات الأجنبية والعربية اللي حابب يذاكر بالشكل ده. لكن أنا بالنسبة لي، أنا مثلا أنا طالب في تالتة إعدادي ما عنديش غير كتاب المدرسة، وقاعد في حتة بعيدة تماما، ما عندناش كهرباء، ما عندناش انترنت، ما عندناش أي حاجة، فمش عارف أعمل البحث بتاعي، مش عارف أشتغل، مش عارف حتى أوصل البحث بتاعي للمدرسة إزاي. ما تقلقوش من كل الكلام ده خالص، اللي ما عندوش انترنت وما عندوش كمبيوتر وما عندوش اي حاجه، هو عنده كتاب المدرسه، يقدر من خلال كتاب المدرسه يعمل البحث بتاعه اللي هنقول دلوقتي هيتعمل ازاي. طيب واحد بيقول لي انا عندي انترنت بس مش عارف انا بعد ما عملت البحث ده هوصله المدرسه ازاي؟ هيبقى في اليتين. الاليه الاولى انه البحث يتقدم بشكل يدوي، وهتتنسق الفكره هنا مع وزاره التربيه والتعليم عشان ما يحصلش تكدس، مين يسلم ايه فين بالظبط في الوقت المحدد. يعني طيب انا عندي انترنت وعايزه ارفعه على الانترنت، المنصه التعليميه لوزاره التربيه والتعليم هتطلقها، هيكون عليها اليه التسليم. يعني انا ممكن اصور او احول الملف بتاعي PDF وارفعه على المنصه التعليميه اللي هيكون فيها موجود مدير المدرسه، وهيكون فيها مدرس الفصل، وهيكون فيها اعضاء العمليه التعليميه، اللي هياخدوا منك الورقه اللي موجود فيها البحث بتاعك اللي عليها اسمك او اسم مجموعتك، ويسجلوها باسمك في كنترول المدرسه. هتتصحح، هتتأكد الوزارة ان انت اللي عامل البحث مش حد تاني،
بأكد ان انت اللي عامل البحث مش حد تاني ولا شاري البحث من حد تالت، فبالتالي خلاص انت ناجح ومنقول للصف الاعلى. طيب اتأكدت الوزارة ان البحث ده مش بتاعك وانت مصوره من على الانترنت، او حد مصوره من على الانترنت ورافعه باسمك، او انت رافعه لانه الباسورد اللي هيتبعت لك محدش هيقدر يخش بيه غيرك، فانت رفعت بحث مش بتاعك، مش انت اللي عملته، اذا البحث غير مقبول وانت مش ناجح للصف الاعلى. عشان كده الدكتور طارق شوقي النهارده في المؤتمر الصبح كان بيتكلم على انه في ابحاث مقبوله وفي ابحاث غير مقبوله. الابحاث المقبوله هي اللي الوزاره هتتاكد ان انت بنفسك اللي عامل البحث، مش حد مساعدك فيه، او مش حد عامله مكانك، او مش حد بدا يقعد كده مع الولاد في شكل مجموعات، او الولاد يروحوا يشتروا الابحاث من المكتبات. اطلاقا مش هيكون في مجال لده خالص يا ولاد، لانه لو ثبت لده فانت بتضر نفسك مش بتساعدها. جالنا تليفونات كتير برضو، طيب انا اقدر اساعد ابني ازاي؟ في بيتنا مدرسة هيساعد ولي الامر قبل ما يساعد الطالب. خدوا بالكم احنا نبقى معاكم من اول يوم اهو لحد ما نروح لتسليم الابحاث. معانا خالد وهرجع اقول لكم هنعمل ايه. الو خالد، يا خالد. ايوه ازيك؟ ايوه عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انطباعك ايه خالد عن البروجكت؟ نعم، انطباعك ايه عن البروجكت الاول؟ انا صراحه انا عجبني الفكره يعني، وفكره كويسه ان انا يعني كل الدول دلوقتي بتستخدم الموضوع ده. صحيح، برافو عليك. كويسه، خطوه قويه. صحيح، هي فعلا خطوه كويسه جدا. طب لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ اتفضل، تحت امرك. انا الشرطان الثالثه اعدادي، مجموعه هيتعمل ازاي؟ بص يا خالد، احنا متفقين ان احنا مجموعنا بيبقى ترم اول وترم تاني، صح؟ ايوه صح. فدكتور طارق شوقي قال كل الابحاث المقبوله هتاخد الفول مارك، هتاخد الدرجه النهائيه. ايوه صح. فانا كده ضمنت ان انا البحث بتاعي اتقبل وانا اللي عامله بنفسي وتمام، انا كده جايب 140 من 140 الترم التاني. صح. زائد المجموع اللي انت جايبه الترم الاولاني، نفترض انت الترم الاولاني جايب 135 و140، يبقى 200 كام؟ نعم؟ انت جايب الترم الاول، هفترض معاك ان انت جايب 135، ماشي، والترم الثاني انت قدمت الابحاث بتاعتك فهتاخد الدرجه النهائيه، ماشي، يبقى 135 و140 يعني 275. ايوه. يبقى انت كده جايب في الاعداديه 275. طب تمام. يعني اي بحث هيتقدم ده على عهد الدكتور طارق شوقي، قال كل الابحاث المقبوله الاولاد هياخدوا الدرجه النهائيه، وبرضه هنستنى اليه واجراءات ومعايير ضوابط البحث. تمام يا خالد؟ ايوه ان شاء الله موفق، واحنا معاك في بيتنا مدرسه لحد ما نسلمك بالبحث بتاعك سليم ان شاء الله. العفو يا خالد. مع خالد كان بيسال سؤال مهم جدا، هو ازاي على كلام دكتور طارق شوقي قال ان كل الابحاث المقبوله زي ما قلت لكم كده ان شاء الله هتاخد الدرجه النهائيه، فبالتالي انا بالنسبه لي خلاص الموضوع منتهي يعني. وبرضه هنستنى قرار الوزاره، يمكن يكون في معايير تانية هتتحط وضوابط، هننتظر برضه لحد ما القرار النهائي يعني يطرح للراي العام يوم 5 ابريل، فهنستنى لحد ما نشوف الضوابط دي شكلها عامل ازاي. طيب يبقى احنا اتكلمنا في نقطه ازاي البحث يكون تكاملي، اليه البحث هتكون عامله ازاي وتسليمه عامل ازاي، والامكانيه انه البحث يبقى فرزي او جماعي او ثنائي او بشكل ما زي ما دكتور طارق شوقي قال. طيب وديتكم مثال على مشروع بحثي في مصر هيتكلم عن مصر في النصف الثاني من القرن العشرين، وهيتناول كل العلوم والفنون اللي احنا بنشتغل عليها. طيب دلوقتي انا مثلا هشتغل معاكم بشكل شويه يخلينا نحول الاهداف بتاعتنا اللي موجوده داخل كتاب المدرسه لمشاريع بحثيه. هاكد تاني، انا هشتغل معاكم وهقترح معاكم مشروعات بحثيه ممكن تتناولها الماده بتاعتنا. طيب انا دلوقتي في ماده الدراسات الاجتماعيه، ممكن اتسال سؤال بحثي عامل ازاي؟ انا مثلا عندي اول درس لو احنا شايفينه قدامنا على الشاشه هيظهر دلوقتي، هنجيب اول درس يا شباب، اول درس الموارد اهو، النشاط الزراعي ومورده في العالم. انا هكبر بس الصوره شويه علشان انا ده يهمني جدا الجزئيه دي. شايفين دي اهداف الدرس، دي اللي دكتور طارق شوقي قال عليها نواتج التعلم. انا عايز الطالب بتاعي لما يخرج يبقى عنده ايه من نواتج التعلم. هو الدرس ده عايز يخليه يحدد على خريطة العالم مناطق زراعة رئيسة في العالم،
طب انا هنا ممكن الحتة دي او الهدف ده يتحول لسؤال بحثي. اجي اقول لك على خريطة صماء للعالم، حدد مناطق الزراعة في العالم. طيب انا عندي منطقتين او في نوعين من الزراعة، في الزراعة البدائية البسيطة وفي الزراعة المتقدمة اللي هي فيها تجارية وفيها كثيفة. ممكن يجيب لي سؤال على دي بس؟ جدا ممكن يجي يقول لك باستخدام خريطة صماء للعالم حدد مناطق الزراعة الكثيفة، او حدد مناطق الزراعة البدائية، او حدد مناطق الزراعة التجارية العلمية. يبقى انا هنا محتاج اوبن بوك. يعني ايه اوبن بوك؟ افتح كتابك، لان المشروع البحثي بتاعي يا اولاد هو قائم على الكتاب المفتوح. طب انا فاكر على الذاكره كده ان المناطق اللي فيها مناطق حاره ومعتدله دي زراعه كثيفه، وهوامش الغابات الاستوائيه دي زراعه بدائيه، والمناطق المتقدمه زي الولايات المتحده الامريكيه وروسيا واوروبا دي فيها مناطق زراعه تجاريه علميه. لا، انا مش عايزك حتى تفتكر من الذاكره، انا عايزك تطبق المعرفه دي بشكل مهاري على خريطه العالم. طب ايه ده؟ يعني انا مش محتاجه احفظ؟ لا، مش محتاج تحفظ، مش محتاجه احفظ كميه الكلام اللي كان موجود في كتاب المدرسه ده خالص. انا بقول لك افتح الكتاب وهات على خريطه صماء للعالم مناطق الزراعه بس، ده كل اللي انا طالبه. طيب احنا معانا تليفون لحد ما نجيب الخريطه بتاعه العالم. الو مدام رشا. الو. ايوه ايه حضرتك؟ طيب انا كنت عندي سؤال بالنسبه للبحث بس. اتفضلي. دلوقتي انا بنتي دلوقتي جايبه مجموع قليل. انا مش سامعاكي كويس. انا سامعه حضرتك كملي. حضرتك انا بنتي دلوقتي جايبه مجموع ضعيف في الترم الاول. تمام. هل لو لما تعمل البحث في الترم الثاني هيديها 140، ولا على اساس ان هي جايبه مجموع قليل هينقصها، ولا انا مش فاهمه؟ هو ملوش دعوه خالص بمجموع الترم الاولاني خالص. الترم الاولاني بالنسبه له هو منتهي خلاص، هو هيعملها بالترم الثاني بال 140 درجه. عملت البحث على كلام دكتور طارق شوقي، كل اللي هيعمل البحث هياخد الدرجه النهائيه. طيب ده اخر كلام. انا معايا توأم، ينفع الاثنين يعملوا البحث مع بعض؟ ما فيش مشكله، مع بعض عادي خالص. ماشي. اهم حاجه يعملوه بنفسهم يا مدام رشا. خلاص، ما هم بنفسهم، انا ما عنديش نت اصلا. ان شاء الله ربنا يوفقهم دايما يا رب. متشكره قوي. العفو، تحت امر حضرتك. فخلينا نشوف بقى ازاي احنا هنجيب خريطة صماء للعالم ونبدأ نوزع عليها المناطق الزراعية في العالم. طب انا عندي في كتاب المدرسة اصلا خريطة ممكن استعين بيها. عادي جدا ممكن استعين بيها. تعالوا كده نشوف، ادي خريطة المناطق الزراعية في العالم. انا كل اللي هعمله ان انا هجيب خريطة صماء للعالم وابدأ اوزع عليها المناطق الزراعية في العالم. طب هو هنا طلب مني ان انا اوزع المناطق الزراعة البسيطة بس، خلاص يبقى اشتغل على الزراعة البسيطة اللي باللون الاصفر دي وحددها له. طيب عايز الزراعة الكثيفة، يبقى الزراعة اللي كانت باللون الاخضر غامق ده وابدأ اوزعها له. طب الزراعة التجارية العلمية الواسعة نفس القصة. يبقى هنا انا قدامي الكتاب مفتوح وانا بشتغل على خريطة صماء للعالم. جبت الخريطة الصماء للعالم ابدأ اوزع عليها بشكل فيه الوان كده وفي شكل زخرفي حلو قوي علشان ابين ابداعي وابين ان انا فاهمة. طب انا عملت ده ونقلته من الكتاب، انا بقى انا كطالب استفدت ايه؟ اولا استفدت ان انت بنفسك رسمت الخريطة. لو انتوا فاكرين زمان ايام ما كنا فاكرين الامتحان امتحان تحصيلي ودايما كان بورقة وقلم، كنت بأكد عليكم ان انتوا ترسموا خرائط، فاكرين؟ رسم الخريطة هنا انا بالنسبة لي مش برهقك، بالعكس ده انا بخلي عندك في ذاكرة فوتوغرافية كده علشان الخريطة دي تبقى ركزة كده في مخك لان انت عملتها بنفسك. فبالتالي انا كده خلاص ادركت تماما ان انت عارف ان المنطقة دي فيها زراعة كثيفة. ممكن السؤال البحثي ده اجي اقول لك بعد توزيع الزراعة البسيطة في العالم استنتج الاماكن اللي ينفع نحول فيها الزراعة من بسيطة لزراعة تجارية علمية واسعة. هشوف مع حضراتكم ومع البرنامج مدام استاذه ريهام من اسيوط. ايوه مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. كان عندي بس استفسار على موضوع المصادر اللي هنجيب منها البحث غير كتاب المدرسه. تمام. حضرتك الاول عندك انترنت؟ عندك الاول اكاونت على بنك المعرفه؟ لا، ما عملناش اكاونت على بنك المعرفه. طيب ده كنز ما ينفعش نسيبه. تمام. يعني بنك المعرفة عليه مصادر حلوة جدا لأولادنا، يعني انت بتدخلي بالمرحلة، انا عايزة مثلا مصادر الصف الثالث الاعدادي، فبتدخلي بقى عليه هتلاقي فيه بحر من المصادر هيفيدك جدا. تمام. طيب احنا لما نجيب مثلا الموقع لما بنكتبه
ممكن مثلا عارفه لو حد غلط او حاجه غلط يبقى كده الموقع باظ. لو حضرتك خدتي الموقع غلط يعني لو تقصدي حاجه مثلا وثقتيه، بنكتبه، مثلا بنكتبه نعمل كوبي بيست خدي مثلا. كوبي بيست، يعني اطلعي فوق في العنوان كليك عليها هتلاقيها اتاخدت كوبي، حطيها تحت في المصادر بيست بس، يعني ما تمام، تكتبهوش. يبقى كده كده يبقى لازم بقى اعمله بقى الكتروني، يعني لازم اعمله على الوورد او حاجه لو عشان انتي يتحسن حابة مني. كده مفيش مشاكل خالص، بس برضو خلينا ما نسبقش الأحداث لأنه آلية كتابة البحث نفسه لسه ما أعلنتش، تمام فخلينا نستنى يوم 5/4 كده. لو هو دكتور طارق قال ممكن نكتبه على الوورد أو يبقى مثلا في صورة باوربوينت الولد يقدمه، فما فيش مشكلة، ده هيساعدك جدا. ما عشان كده كنت بسأل في الأول على الكتب، يعني ممكن نجيب كتب ايه؟ لأن الكتابة تكتبي مصدره وخلاص سهل يعني. ما فيش مشكلة، ممكن تاخدي سكرين شوت من المصدر وتحطيه في الريفرنس عادي خالص، تمام اوكي ما فيش شكرا مشاكل، طمني. شكرا. نروح تاني للسؤال اللي كنا بنقول عليه، السؤال البحثي ممكن يجي يقولك على خريطة العالم حدد مناطق الزراعة المستقبلية في مصر. ايه ده، انا هنا ممكن اجيب خريطة للعالم وافكر ايه اماكن الزراعة المستقبلية اللي موجودة ممكن في مصر؟ احنا عندنا في مصر في اماكن كتير جدا واقعة في الجزء الصحراوي، فممكن يحصل فيها استثمار في مجال الزراعة وتبقى في مصر في زراعة تجارية علمية واسعة قايمة على استخدام احدث الاساليب التكنولوجية الحديثة. جدا، انا خدوا بالكم حوالين الوادي والدلتا انا مش قادر استخدم الاساليب التكنولوجية الحديثة علشان ضيق وصغر مساحة الوادي، صح، ومساحة الحقول بتاعتي حقول ضيقة، لكن انا ممكن استثمر في قلب الصحراء وتبقى عندي مساحة واسعة اقدر ازرع عليها بالشكل التجاري العلمي الواسع. ممكن يبقى الصحراء الغربية لمصر هنا هتبقى اكتر المناطق استثمارا في مجال الزراعة. طب واحد يقول لي هو انا ما ينفعش اعمل في الصحراء الشرقية؟ انا وجهة نظري انا ان الصحراء الشرقية صعبة شوية. ليه صعبة شوية؟ لانه ما فيهاش ابار وعيون بالشكل الكافي، الابار والعيون منتشرة في الصحراء الغربية اكتر، فبالتالي عندي الغربية هتكون مجال الزراعة أكتر من المجال من الجزء الشرقي لنهر النيل. ده بالنسبة للزراعة. معانا روضة من الغربية. أيوة يا روضة، وعليكم السلام. حضرتك أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي، سامعاكي يا روضة، أنا سامعاكي، اتفضلي. طب ايه الناس اللي هيعملوا ايه؟ ما عندهمش انترنت؟ معاكي كتاب المدرسة؟ معايا كتاب المدرسة. بس هنشتغل عليه. بصي يا روضة، انا شغالة من كتاب المدرسة، يعني انا هنا في الاستوديو ما عنديش انترنت، تمام. اي حاجة بعملها جوه الاستوديو هي من كتاب المدرسة، يعني هقدر احقق الهدف واخلص البحث برضو بتاعي. تمام، هأكد تاني لولادنا، انا بشتغل يا روضة من كتاب المدرسة، فاي حد بيسمعني انا هنا جوه الاستوديو مش شغالة الكتروني خالص. هنطلع فاصل ونرجع نواصل حلقتنا. البروجكت او البحث التكاملي اللي هيتم تنفيذه لطلاب الصف الثالث الاعدادي، وآلية تنفيذ البحث والضوابط هيعلنها الدكتور طارق شوقي ان شاء الله خلال ايام. مش عايزه حضراتكم تقلقوا ابدا، احنا بس الفكره النهارده يعني ايه بحث تكاملي وازاي هنعمل بحث يكمل المواد كلها، وزي ما قلت لكم كده احنا بنختار الحاجه اللي تكملني في الفروع المعرفه المختلفه اللي الولد بيدرسها. طيب تعالوا نشوف ممكن برضو نشتغل بشكل مهاري على خرائط للعالم ازاي. ممكن يجي لي سؤال بحثي يقول لي باستخدام خريطة العالم وزع المناطق الرعي التجاري ومناطق الرعي البدائي في العالم. انا بأكد مع اولادي انا شغالة من كتاب المدرسة، انا مش بشتغل من اي دلوقتي لا انترنت ولا بدخل على بنك المعرفة ولا اي حاجة خالص، انا قدامي بالنسبة لي كتاب المدرسة اهو مفتوح قدامكم، هو ده مصدر المعرفة. طيب انا جالي السؤال ده بيقول كده، من ضمن الاسئله البحثيه نكتب ورايا او لو انتم شايفين الشاشه هيبقى افضل، علشان لو حابين ناخد صوره كده من اللي بيتقال. شايفين يا شباب؟ احاول اظبط الكادر شويه. باستخدام خريطة العالم وضح مناطق الرعي في العالم. هو هنا السؤال فتحولي مناطق الرعي في العالم، لقال لي رعي
بدائي بس ولا قال لي راعي تجاري بس، يبقى هنا عايزني اوزع الاثنين. طيب انا هعمل ايه؟ هجيب خريطة صماء للعالم زي اللي احنا شايفينها دي، والكتاب مفتوح قدامي بشكل كتاب عادي ورقي من الكتب بتاعتنا. طب انا معيش دلوقتي كتاب ورقي، فهشتغل على كتاب الكتروني. ادي الكتاب بتاعنا الالكتروني هشتغل عليه. برضو انا بوضح لكم احنا هنمشي الخطوات بتاعتنا ازاي. ده السؤال البحثي بالنسبة لي معروض قدامنا على الخريطة، وانا عايزة مناطق الرعي. طب مناطق الرعي كانت في درس الثروة الحيوانية، هجيب درس الثروة الحيوانية اللي موجودة عندي في كتاب المدرسة اهو، الرعي والثروة الحيوانية في العالم، وابدا اجيب خريطه صماء. انا هنزل لكم النهارده ان شاء الله خرائط صماء للعالم، وابدا اوزع عليها اللي موجود قدامي على الخريطه اللي في العالم او خريطه العالم اللي موجوده قدامي في كتاب المدرسه. قبل ما اوزع هشوف زياد من القاهره. ازيك يا زياد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ايه الاخبار؟ مبسوط بالبروجكت؟ والفكره عجباني. طب حلو قوي، اسهل من الامتحان صح؟ اسهل بكتير يعني. والتغير عليهم ان هو بدل ان احنا ننزل لجان، فهيبقى فيه ان احنا نتعرض اكتر لنتعدي يعني من المرض. صحيح صحيح، ربنا يحفظنا يا رب. بس انا عايز اسالك سؤال قبل ما اخد سؤالك يا زياد. هو ايه رايك لو احنا اخذنا دي طريقه من طرق التقييم اللي احنا ممكن نشتغل عليها بعد كده؟ يعني لو تم تطبيقها بالشكل اللي احنا بنعمله ده دلوقتي. هخليك تفكر في السؤال ده، مش هاخد منك اجابه دلوقتي، بس بعد ما تخلص البروجكت بتاعك هامنك امانه تكلمنا وتقول انت فعلا استفدت من ان انت تعمل حاجه بنظام الاوبن بوك ولا لا. يعني عايزه منك فيدباك، يعني بعد ما تخلص البروجكت وتسلمه عايزاك بس تتصل بينا تقول لنا فعلا الموضوع ده كان حلو ولا لا، نرجع تاني للامتحان الورقي. حاضر. تمام. سؤال، انا كنت عايز اسال بس ازاي طريقه المذاكره، ازاي نذاكر يعني الوقت ده؟ تمام. بص يا زياد، احنا كنت معانا من اول الحصه صح؟ شفت الموضوعات اللي احنا هنذاكرها؟ تمام. الموضوعات دي انا هشتغل عليها شويه بشكل مهاري. انت شفت انا وزعت على خريطه صماء للعالم من شويه مناطق الزراعه. يعني مش طريقه الحفظ بقى خالص. انت مش محتاج ده. هو احنا كنا بنحفظ زمان ليه؟ عشان هيجوا ياخدوا مني الامتحان، يوم الامتحان هياخدوا مني كتاب ويقولوا اتفضلي ادي ورقه وقلم وابدا يحل. صح؟ صح. لكن انا دلوقتي يا زياده الموضوع بقى بالنسبه لي مهاري شويه. انا بشوف انا عندي فكر ولا لا. طب الفكر اللي عندي ده هجيبه منين؟ هيجي لي سؤال ويقول لي امامك خريطه صماء للعالم، او باستخدام خريطه صماء للعالم موزع عليها مستقبل الزراعه في مصر. تقدر توزع عليها مستقبل الزراعه في مصر في اي مكان؟ هروح ازرع مثلا في المساحات الضيقه حوالين الوادي والدلتا. هل انت كزياد ممكن لا. تفكر في كده؟ لا. طب هتزرع فين؟ ازرع في الاماكن الواسعه اللي هي في المناطق الصحراويه، في المناطق اللي فيها مثلا امكانيات تساعدني لده. صح؟ صح. هو ده اللي انا هقيسه عندك بقى يا زياد. هشوف انت فعلا عندك فكر. يعني هل انت مثلا وظفت الجغرافيا صح ولا لا؟ انت من ضمن الحاجات اللي اخدتها في الجغرافيا انه انا عندي في مصر زراعه كثيفه، وده نوع من الزراعه الموجوده الاقل شويه في الامكانيات، لان انا مش قادر استخدم الالات نظرا لضيق وصغر مساحه الحقول. صح؟ ايوه صح. هروح اشتغل برضو في المناطق اللي حوالين وادي والدلتا، ولا ابدا بقى اتوسع؟ لا لا توسع. هو ده اللي انا عايزه اوصله ليك، ان انا بقى هبدا افكر المناطق الجديده اللي ينفع فيها زراعه تجاريه علميه واسعه. لان انا لو رحت ناحيه الوادي والدلتا انا كده زي ما انا زراعه كثيفه بتكفي الانتاج المحلي فقط. فهمتني؟ هي دي الطريقه اللي انا هذاكر بيها، ابدا افكر واحلل كل حاجه موجوده قدامي. يعني مثلا ممكن اجي تعالى كده معايا نفكر في حاجه سوا. قدامك كتاب المدرسه؟ طيب نفتح مع بعض كده. ماشي اتفضل. نفتح مع بعض صفحة الموارد المعدنية، هات لي مثلا صفحة 11. صفحة 11 عندنا الموارد الحيوانية في العالم، الرسم البياني اللي قدامنا ده شايفه؟ ايوه شايفه. مين القارة اللي بتحتل المركز الثالث؟ ثانية واحدة بس كده. شايف الرسم البياني؟ في الابقار طبقا ايوه ل 2012. ايوه اول قاره
مين القارة اللي بتحتل المركز الثالث؟ الثالث افريقيا. طب هاجي انا اقول لك بقى سؤال على الحتة دي بشكل مهاري، اقول لك قارة تحتل المركز الثالث في انتاج الثروة، في انتاج الابقار في العالم. اقترح لها حلول من اجل تنمية الثروة الحيوانية. يبقى انا ما جبتلكش هنا سيرة افريقيا، انا بقول لك ارجع للرسم البياني عشان تعرف مين اللي بتحتل المركز الثالث، احنا ممكن وابدأ اقترح لها حلول عشان تنمي عندها تربية الابقار. تنمية الزراعة، بالظبط ومثلا اللي هو ازدياد الموارد الغذائية عشان الأبقار والمواشي والحاجات دي. تمام، يعني اعمل لها حاجة اسمها ايه؟ اعمل مراعي طبيعية ولا اعمل مزارع؟ ها ايوه المزارع برضه. بالظبط، اللي هي اعمل لها حظائر علمية. فبالتالي هنا انا مش هجيب لك خالص، انت مش حافظ، انت بتحلل الرسم البياني اللي قدامك. ما هو كده احسن اصلا بدل الحفظ يعني. بالظبط، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. ميرسي يا زياد ليك جدا، وهنتظر ماشي تليفوناتك لحد ما نخلص البروجكت ان شاء الله. شفتوا مع زياد احنا ممكن نشتغل ازاي بشكل مهاري شوية، ما فيهوش حفظ ولا تلقين ولا اي حاجة خالص تدعو للمذاكرة بشكل زي ما كنا بنذاكر ونجيب الكتاب ونقعد نقرا ونحفظ، لا خالص. انا عايزة نشتغل شوية على المهارات الفكرية اللي ممكن تنمي عندي حاجات افضل بكتير قوي من مهارة الحفظ. تعالوا نروح تاني للشكل بتاعنا اللي كنا شغالين عليه في الرعي. لو انتوا فاكرين احنا كنا بنقول فكر في مناطق تنفع للرعي في مصر مثلا. لو انا فكرت في مناطق تنفع للرعي في مصر، ايه المناطق اللي تجود بيها المراعي الطبيعية في مصر؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. هو عشان ابقى في مرعى طبيعي انا خدت عامل اساسي من عوامل وجود المراعي الطبيعية هو وجود الحشائش. الحشائش مرتبط بوجود الامطار. طب الامطار في مصر هتبقى امطار موجودة على فين؟ على السواحل الشمالية لمصر، صح؟ ممكن تجيلي على افريقيا تقول لي المراعي الطبيعية التي تجود عليها تربية الحيوانات اللي موجودة في قارة افريقيا. انا عندي بقى اتنين في قارة افريقيا، عندي حشائش سافانا وعندي حشائش ستيبس، الاتنين ينفعوا كمراعي طبيعية. يعني هو كده ممكن يبعد لي خالص عن العالم وياخد قارة من القارات ويجي يقول لي باستخدام قارة افريقيا وزع عليها مناطق المراعي الطبيعية. فاحنا هنا ممكن نشتغل بشكل جديد قوي وشكل مختلف تماما عن الشكل اللي كنا بنحفظ فيه ونسمع ونحل امتحانات كتير. تعالوا نشوف سهر من القليوبية. سهر، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحضرتك، بس انا اخويا في ثالثه اعدادي. تمام، طيب يعني البحث ده بقى يعمله بخط ايده ولا نصوره ولا ايه؟ بصي يا سهر، هو لحد دلوقتي مش في مش يعني ما لم تتم اعلان ضوابط كتابة البحث. خلينا نستنى قرار وزارة يوم 5 ابريل 5/4 ونشوف الآلية هتكون ازاي. بس انا اعتقد يعني في توجه الوزارة مش هتفرض على الطالب ان هو يكون بحث مكتوب بالكمبيوتر، ممكن يكون بخط الايد، ايوه وممكن تقبل الابحاث فقط بخط الايد وما نلجأش خالص للابحاث المكتوبة بشكل الكتروني. فده ايوه موجود اعتقد حضرتك وهيتم اعلانه. ايوه طيب ماشي. تمام، عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. تحت امرك، اتفضلي. زي ما قلت لكم كده ممكن يجي لنا قارة من القارات ويجي يقول لي القارة دي ممكن الاقي عليها نوع من الرعي شكله عامل ازاي. طيب احنا شايفين ان قارة افريقيا هي الاكبر مساحة فيها، هي بتروح للرعي البدائي لانه في مساحة كبيرة جدا من الصحاري، في حشائش سافانا وفي حشائش استيبس، في مراعي حارة وفي مراعي معتدلة موجودة في القارة. طيب ممكن كمان يجي لي عند قارة امريكا الجنوبية ويجي يقول لي باستخدام الامريكتين وزع عليهم مناطق الرعي في العالم. انا هنا مرتبطه جدا بالمناطق اللي احنا شايفينها دي، الرعي التجاري والرعي البدائي. الرعي البدائي اللي هو بلاقي فيه عند ولايه الاسكا اقصى الشمال الغربي لقاره امريكا الشماليه، وهلاقي كمان في السهول الجنوبيه من قاره امريكا الشماليه برضو في مناطق رعي تجاري، والجزء الخاص بسهول البامباس اللي موجوده في امريكا الجنوبيه دي برضو مناطق رعي تجاري. طيب انا ممكن هنا يجي لي سؤال بحثي ويقول لي باستخدام خريطة العالم توقع مستقبل المراعي مثلا في قارة آسيا. طبعا ممكن اتوقع مستقبل الرعي في قارة آسيا، انا عندي الرعي في قارة آسيا من النوع البدائي بدأ يتناقص في السنوات القليلة الماضية نظرا لاكتشاف البترول وتوطين البدو وكمان انتشار التعليم في قارة آسيا. فبالتالي هنا انا ممكن اربط المعلومة اللي الولد درسها او هيقراها جوه الكتاب بسؤال بحثي، توقع مستقبل الرعي في قارة آسيا.
يبقى توقع مستقبل الرعي في قارة آسيا، الرعي في قارة آسيا بدأ يقل في السنوات الكتير أو القليلة الماضية بسبب انتشار التعليم، توطين البدو، وتدفق البترول. دي الثلاث أسباب. هنا بقى أنا ما قلتش بادية الشام ولا شبه الجزيرة العربية خالص ولا وسط آسيا، أنا هنا اتكلمت عن آسيا بشكل عام. مستقبل الرعي في آسيا بشكل عام بيقل في السنوات الماضية بسبب الثلاث أسباب اللي احنا قلنا عليهم. طيب أنا لسه عندي رعي بدائي في قارة آسيا، الرعي اللي هو بنقول عليه في الصحاري الباردة اللي موجود في شمال قارة آسيا عند السهول، المنطقة الباردة جدا الموجودة في شمال قارة آسيا. ده بالنسبة للرعي. تعالوا نشوف سؤال كمان ممكن يجينا على مصادر الطاقة. احنا عارفين ان مصادر الطاقة اللي احنا درسناها مصادر طاقة متجددة وغير متجددة، وفيها مصادر طاقة قديمة زي الفحم، وفي مصادر طاقة دلوقتي عصب التنمية الاقتصادية زي البترول والغاز الطبيعي. طيب انت قدامك خريطة اهي موجودة بتتوزع عليها الفحم والبترول، وعلى فكرة بالمناسبة دي خريطة موجودة في كتاب المدرسة. ممكن يجي يقول لي ايهما تفضل ولماذا؟ استخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة أم البترول مع التوزيع على خريطة العالم؟ يبقى هو هنا عايز لي أدرك العلاقة بين استخدام الفحم والبترول، أنهي أفضل أنهي أحسن بالنسبة للبيئة مثلا، وممكن يقول لي طب اتفضل بقى وزع ده على خريطة العالم. أيهما تفضل؟ أنت أخدت أنه الفحم ده بيسبب تلوث كبير جدا للبيئة ومضر، يبقى أكيد هنبتعد عن استخدامنا للفحم. طب البترول انت اخدت انه عصب التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، وان الدول دلوقتي مرتبطه اقتصادها بالبترول وان بيزيد سعره نظرا لزياده الطلب عليه، فبالتالي في ضغط كبير جدا على البترول. فهنا انا اختياري اكيد هيكون للامثل، للافضل، للحاجه اللي هتهتم بالبيئه او للحاجه اللي هتثري البيئه او تحافظ على نظافه البيئه. ممكن يجي يقارن لك بين البترول والغاز الطبيعي، ايه هو متفضل ولماذا؟ احنا في كتاب المدرسه الكتاب قال ان البترول هو عصب التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، بس جه عند الغاز الطبيعي وقال لك خد بالك ده اقل تلوثا للبيئه، طاقه نظيفه سهله النقل والتوزيع. فشوف انت لو عندك فحم، بترول، غاز طبيعي، هتختار انهي مع التوزيع على الخريطه. يبقى السؤال بيقول ايهما تفضل ولماذا مع توزيع مناطق انتاجه على الخريطه. ده كان جزء صغير جدا من جزء البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه، واعتقد ان احنا هنكون معاكم بشكل كبير جدا في بيتنا مدرسه، مش بس في ماده الدراسات الاجتماعيه، لا معاكم في المواد كلها لحد ما نوصل باولادنا لبر الامان. مش عايزاكم تقلقوا، عايزاكم تكونوا مطمئنين جدا، دي فرصه ذهبيه علشان اولادنا يعيدوا اكتشاف نفسهم ويعيدوا اكتشاف كتاب المدرسه، ويقروا بمتعه ويتعلموا بمتعه، ويعرفوا ان التعلم متعه، وان التعلم مش بس كتاب وورقه وقلم وسبوره ومدرس بيديني المعلومه، بالعكس انت الركيزه الاساسيه في العمليه التعليميه هو انت، انت اللي بتخلي العمليه التعليميه ناجحه. واحنا هننجح بيكم يا اولاد، وان شاء الله هنشوف اولادنا اولاد مصر في ابهى صورها، وهنشوف علماء في مصر الجديده اللي احنا النهارده بنحط اول حجر اساس في تغيير منظومه التعليم بشكل كبير جدا جدا جدا. انا واثقه فيكم وواثقه في قدراتكم، ومعاكم في بيتنا مدرسه لحد ان شاء الله ما نسلم الابحاث. هنتظر اسئلتكم على صفحه برنامج مدرسه على الهواء ابتدائي واعدادي، وهكون معاكم لحد ما نخلص خالص ونسلم ابحاثنا على خير ان شاء الله. الى اللقاء.